بسم الله الرحمن الرحيم. من فلسطين أهلا بكم مجددا لنلتقي وإياكم مع ملفات جديدة، أبدأها بقول الله عز وجل من سورة الطور. قال الله عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إذا أردنا استحضار العلاقة بين البيت الحرام والقدس والأقصى، لا يخطر في ذهن أكثر المسلمين إلا صدر سورة الإسراء. والحقيقة أن صدر سورة الطور لا يقل عنها في بيان تلك العلاقة وذلك الارتباط، بل ربما يتفوق عليها من جوانب. فأولا، الإسراء بدأت بذكر المسجد الحرام وثنت بذكر المسجد الأقصى، أما سورة الطور فبدأت بالعكس. ولا شك فإن الطور جبل في بيت المقدس، على خلاف أهو قرية الطور المعروفة شمال المسجد الأقصى أو غيره الذي في سيناء، لكنه بلا شك موضع تكليم موسى عليه السلام لربه وهو في الأكناف. ثانيا، سورة الطور لم تذكر المسجد الأقصى مباشرة، بل اكتفت بذكر بعض الأكناف، وفي ذلك إشارة مهمة إلى عظمة وبركة الأكناف وأنها لا تقل قدرا وقيمة عن المركز، فهو المسجد الذي بارك الله حوله، وليس كذلك محيط المسجد الحرام، لا سيما حين نخرج من منطقة الحرم. ثالثا، الطور كما هو مقدس عند المسلمين فهو كذلك عند اليهود، فكأن السورة تريد بيان الوريث الحقيقي للطور والأقصى والقدس، فصاحب البيت المعمور وحاكمه هو صاحب الطور والأقصى وحاكمه. رابعا، سورة الطور نزلت بعد الإسراء، بل هي من أواخر ما نزل في مكة قبيل الهجرة وقبيل تأسيس الدولة، لتظل عيون الدولة الوليدة الجديدة وعيون قادتها وعلى رأسهم سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم على مركز الصراع مع بني إسرائيل، أي على القدس وأكناف القدس. فكان من المنطقي أن يختار من مدينة القدس أكثر موضع له صلة ولو ظاهريا باليهود، وهو الطور، فهو الرمز الدال على موسى عليه السلام حيث كلم الله تعالى. خامسا، في سورة الإسراء ذكر المسجد الأقصى وما حوله على صيغة الخبر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فهو خبر صدقه البعض وكذبه البعض، أما في سورة الطور فذكرهم على صيغة الإنشاء، وأقصد صيغة القسم حيث أقسم بالطور والأكناف، والطور قسم من الله تعالى. ولا شك هذا كان بعد مرحلة الإخبار في سورة الإسراء، فحين صارت القدس والأكناف عظيمة في عيون المسلمين كما أرادت ذلك سورة الإسراء وبينته ووضحته، صار من المنطقي أن يقسم الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بها، فهي المدينة العظيمة لديهم والتي تستحق أن تكون موضعا لقسم الله تعالى. وهذه بعض جوانب الصلة بين البيت الحرام والأقصى في القرآن الكريم، عسى أن يدرك المسلمون قيمة تلك المدينة فيدافعوا عنها، حيث يواصل الاحتلال إيذاء القدس والأقصى، ويواصل ملاحقات العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وعمليات التهجير القسري لأكثر من 3000 فلسطيني على مساحة أراض تقدر بنحو 1000 دنم، وهي آخر ما تبقى لهم من أراض بعد مصادرة آلاف الدنمات من الأراضي، حيث كان أقيمت فوقها 3 مستوطنات تعرف بمستوطنات التلة الفرنسية، حيث قررت المحكمة الإسرائيلية العليا الاثنين الماضي إرجاء البت في طرد 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين، وهي القضية التي كانت وراء اندلاع الأحداث في القدس في مايو أيار الماضي. وقررت هذه العائلات الفلسطينية الاستئناف بعد أن قضت محاكم دنيا بإجلائها في دعوى أقامها مستوطنون إسرائيليون، حيث نسلط الضوء في حلقة اليوم على إرجاء البت في طرد العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح وآخر المستجدات في هذه القضية، في حين نسلط الضوء في المحور الثاني حول تداعيات انضمام الاحتلال الإسرائيلي إلى الاتحاد الإفريقي كعضو مراقب على القضية الفلسطينية.